بناخد موضوع جديد، موضوع جديد هو تكملة لنفس المفهوم التكوين الثلاثي الإنسان، ولكن نقطة جديدة هي الجدل حول هل الروح مولودة أم مخلوقة. يعني إيه الروح مولودة أم مخلوقة؟ يعني هل روح الإنسان وكل مرة بيحصل حمل هل بتتولد الروح ولا ربنا بيخلقها خلقة جديدة؟ طبعا احنا تعبير انه الانسان مخلوق وانه دي روح مخلوقة باعتبار انه ربنا خلقها خالقها مش صانعها، لكن عملية الخلق تمت مرة ايه؟ مرة واحدة، تمت مرة واحدة. طب ايه المشكلة؟ انا البعض يثير هذا الامر، والحقيقة هو مش جديد، لكن يرجع ايضا للأفلاطونية اليونانية اللي كانت بتنادي ان الارواح هي موجودة في عالم المثل، موجودة فوق في عالم المثل. ربنا خلق أرواح 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 كتيرة، وبعدين كل واحد يعني كل جسد أو يحصل حمل في شخص تأتي الروح من عالم المثل وتتحد بهذا الجسد. وبالتالي عن الأفلاطونية الحديثة أيضا أخذها أوريجينوس وأخذها محبي أوريجينوس، وبدأ بقى يعني ينتشر هذا التعليم، والناس تفكر طيب تقول يعني هل هو طالما طبعا خد هذا التعليم اختلط كمان بعالم الأرواح، وبدأ التفكير هل هذه النفس اللي بتأتي من عالم المصر تتحد بالجسد امتى؟ البعض قال انها بعد اسبوع، والبعض الاخر قال بعد اسبوعين، وبعض قال بعد شهر، وبعض قال بعد شهرين، وبعض قال بعد 4 شهور في الشهر الرابع. وبالتالي تسرب عن هذا التعليم موضوع فكرة الإجهاض. يقول لك ممكن يحصل إجهاض لأنه الروح بتأتي يعني وتتحد بالنفس يعني بعد أسبوعين، لا ده بعد شهر، على حسب التفسير كل واحد فيه. ده الجدل اللي كان قائم وموجود في أيام أوريجينوس، وصار هذا الأمر موجود أيضا أو تأثر به بعض المعجبين أوريجينوس. هذا الأمر أثير أيضا في أيام القديس جيروم أو القديس غربي والقديس أغسطينوس، أيضا قديس غربي من الآباء اللاتين. والقديس جيروم كان يؤمن بهذا الفكر أن الروح في عالم المثل، وأن الروح مخلوقة، أو يعني مش في عالم المثل، يعني أن ربنا بيخلقها في كل مرة يحصل الحمل. الحقيقة القديس أوغسطينوس، وده كان تلميذ جيروم، تناقش مع جيروم بطريقة لطيفة. يعني قال له يعني إذا كانت الروح مخلوقة، يعني قال له كده، قال له أنا عايز عندي سؤال بفكر فيه وعايز يوجهه، بس مش من أدب الجم، مش عايز يتكلم مع جيروم بطريقة وحشة. فقال له إيه؟ قال له
لو كانت الروح مخلوقة فلماذا نعمد الأطفال؟ عارفين ماذا السؤال؟ إذا كانت الروح مخلوقة إذا ما ورثتش الخطية الجدية فبالتالي بلاش معمودية، بلاش معمودية، أو إن المعمودية تكون للجسد فقط وليست للروح. وطبعا جيروم قاعد يفكر في هذا الأمر ويقول التاريخ الآباء إنه تراجع عن هذا عن هذا المفهوم. طب تعالوا نناقش هذا الأمر اللاهوتي. معروف إن ربنا خلق النباتات وخلق الإنسان وخلق الحيوانات، وكان عبارة يقول ربنا في سفر التكوين قال الله تنبت الأرض عشبا وبقرا بيبذر بذرا وشجرا ذو ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الأرض، بذره فيه على الأرض وكان كذلك. وده بيدينا فكرة إن الله جعل في الأصل للخليقة جنسا معينة، يعني كل جنس يعمل ثمرا كجنسه، يعمل ثمرا كجنسه. وده كمان يرد على بتوع شهود يهوه اللي فسروا يقولوا إن بنات الله تزوجوا أو ابناء الله تزوجوا من بنات الناس وأنتجوا الجبابرة، وبيعتبروا إنه في خليط بين الأجناس يعني. ومعروف علميا إن ما فيش تناسل يحصل بين الجنس أجناس إلا لو كان من نفس النوع، نفس الجنس. بذره فيه على الأرض، بذره فيه على الأرض يعمل ثمرا كجنسه، يعني الثمرة اللي تخرج لازم تكون من نفس إيه؟ من نفس الجنس. ده بالظبط اللي كان في الإنسان. عشان كده قال الإنسان لما بعد ما ربنا خلقه الخليقة الأولى، خلق آدم بس وبعدين خد عمل حواء من آدم، خرج من آدم، ما كانش بقى يعني حاجة جديدة، وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. هنا الثمرة هنا إنه في ثمرة الزواج، في أبناء، والكثرة دي كتيرة، ونتيجة هذه ثمرة إيه؟ ثمرة الزواج تكون كجنسي، تكون كجنسي، يعني زي آدم وحواء يخرج إنسان أيضا. بذره فيه كجنس معناه إن البويضة الملقحة في الإنسان زي النباتات وزي غيره ذكرا وأنثى تحمل نفس الطبيعة بكاملها. يعني زي ما كان آدم يحمل في طبيعته الجسد والروح الإنسانية أيضا هكذا، زي ما الأشجار تحمل بذرا كجنس وتخرج هكذا برضو نفس الأمر. القرد يلد قرود، والغزال يلد غزلان، إنسان يلد إنسان، كل مكونات الطبيعة البشرية في الإنسان. هنا المناقشة اللاهوتية اللي بنقول عليها إن الروح لا يمكن أن تكون مخلوقة، هي مولود من مخلوق. خدوا بالكم التعبير ده، مولود من مخلوق، يعني المخلوق الأول آدم خلق جسدا وروحا، والإنسان يولد جسدا وروحا من نفس البذرة بنفس الطبيعة، يحمل نفس الطبيعة البشرية الكاملة. يعني الإنسان خلق مرة إيه؟ مرة. عشان كده الروح مخلوق من مولود من مخلوق. ليه بنرفض موضوع إن الروح مخلوقة؟ إنه لو الروح مخلوقة زي ما رد القديس أغسطينوس على جيروم، معنى الكلام ده إنه الإنسان مش هيرث الخطية الجدية، لأنه آدم هو أخطأ، وبعدين أولاده اللي بعد كده اللي اتولدوا واتخلق لهم روح جديدة بعيد عن آدم، يبقى هذه الروح ليست روح خاطئة بل روح بره.
واخدين بالكم؟ وبعدين معلمنا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ ان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لبستم المسيح، روح جديده لا علاقه لها بالقديم، لكن بطريقه ايه؟ بطريقه روحيه، ان احنا ندفن في المعموديه ونكون في الحياه الجديده، مدفونين معه في المعموديه. لو كانت الروح مخلوقه لا تكون روحا آدمية، لا تكون روحا آدمية، والطبيعة تكون شيء طبيعة آدمية. طب النسل ده اللي مولود يقول لك ده يعني ده احنا بني آدم، يعني ولاد آدم، يعني هل في الحالة دي يبقى للإنسان طبيعة آدمية وطبيعة غير آدمية؟ طبيعة آدمية هي الجسد، وطبيعة آدمية هي الروح المخلوقة. وبعدين كلام الكتاب المقدس في رومية 5:12، كأنما من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم والخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. هنا أخطأوا في إيه؟ في روح، لأن الروح والجسد أخطأوا، ف يعني الخطية مشيت في الجنس البشري كله. ده من ناحية الإنسان. من ناحية تجسد السيد المسيح هيبقى فيه خطأ خطير قوي، وهو طبيعة السيد المسيح الناسوتية هي روح وجسد إنساني، والطبيعة اللاهوتية متحدة بيه. طب هل هنا الطبيعة اللاهوتية مع الطبيعة البشرية الخاصة به اتحدت به، هيكون هنا للسيد المسيح ثلاث طبائع؟ هل عنده طبيعة إلهية وطبيعة بشرية آدمية وطبيعة بشرية غير آدمية؟ يعني الطبيعة اللاهوتية طبيعة إلهية، الطبيعة الآدمية الجسد، الطبيعة الغير أدمية اللي هي الروح، لأن الروح في الحالة دي حسب هذا المفهوم هو روح مخلوق، روح مخلوق، يبقى مش روح آدمية. وبعدين من الثابت الحقيقة إنه إحنا بندعو، أو الكتاب المقدس بيدعو السيد المسيح آدم الثاني، صار آدم الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا، روحا محيا. هل هنا يكون السيد المسيح ابن الإنسان يحمل خطية كل البشرية وهو لم يأخذ طبيعة بشرية كاملة؟ يعني كيف يحمل الطبيعة؟ كيف يكون فدي البشرية وهو لا يحمل كل الطبيعة البشرية؟ هتبقى في الحالة دي الطبيعة البشرية طبيعة ناقصة، يبقى اللي أخدها يبقى هو فدى الأجساد ومفداش الأرواح. عارفين بالظبط زي في هرطقة اسمها هرطقة أبوليناريوس. هرطقة أبوليناريوس، أبوليناريوس كان بيرفض إن للسيد المسيح طبيعة إنسانية، وكان بيعتبر إنه له جسد، وانه اللاهوت حل محل الروح الانسان. رد الاباء بصراحه يعني ببساطه كده، قال ما لا يؤخذ كله لا يخلص كله، من لا يؤخذ كله روحا وجسدا لا يخلص كله. وبالتالي انه اذا كان المسيح لو الملك ما فيش روح انسانيه، يبقى الفداء حصل للاجساد، والاجساد دي تشترك فيها الحيوانات، يبقى هو فدى الحيوانات ومفداش الانسان، لأن الإنسان هو اللي بيميزه الروح الإنسانية العقل. شوفوا الفكر اللاهوتي، يعني كلمة روح مخلوقة مولودة مترتب عليها كل إيه؟ كل هذه الأمور. وبعدين من السبت عقادين الإنسان ولد بالطبيعة الخاطئة الفاسدة. هنا ذاب الآثام حب نبيه وبالخطايا ولدتني أمي، أو بالخطية ولدتني أمي. وكلمة بالخطية ولدتني أمي
ما ياش يقصد بيها بعد الزواج أو نتيجة الزواج، لكن يقصد بيها إنه نتيجة الروح، نتيجة الخطية الجدية أو الخطية الأدمية فسدت الطبيعة البشرية. يعني إذا كان بقى البعض يتكلم عن خطية الجسد، طيب في مشكلة، في مشكلة إذا كان الجسد يعني خاطئ وبيغلط، وهذه الروح مخلوقة وهي بريئة ما فيهاش خطية، لماذا تتحد الروح البريئة، ربنا يعني يجيب روح بريئة تتحد بجسد خاطئ؟ ده السؤال. زي يعني نفس نجسة تتحد بجسد، سوري، نفس غير نجس تتحد بجسد ايه؟ بجسد نجس. او بمعنى اخر يعني معنى انه في عروس جميلة كويسة يزوجوها لواحد أبرز وتتحد به جسديا، يعني ليس إيه؟ ليس من العدل أن الروح العاقلة تبقى مخلوقة مفيهاش خطية وبعدين تتحد بالجسد. ربنا يتحد بهذا إيه؟ بها بالجسد، يتحد بالجسد اللي هو الخطأ. اللي بينادوا بخلق الروح زي ما قلنا بيختلفون في موعد توقيتها، وده بيدخل مع عالم الأرواح، وده بيوصلنا زي ما قلنا في الأول لمشكلة موضوع مشكلة الإجهاض والمناداة. يعني البعض يقول لك لا ده لسه بالروح ما دخلتش، لا ممكن يحصل إيه؟ يحصل إجهاض. وده يبقى تصريع موضوع الإجهاض، طبعا ضد الدين وضد حتى القانون زي ما انت عارف. الله لم يخلق الروح لكل إنسان على حدة، يعني بيقول كده البعض يقول لك إنه ربنا مش هيخلق كل واحد له روح على حدة. فعلا، لكن ربنا خلق الروح الأولى لآدم على صورة الله ومثاله، وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقهم ذكرا وأنثى خلقهم، يعني خلقهم الاثنين على صورة إيه؟ على صورة الله، خلقهم الاثنين على صورة الله. طيب الأمر المنطقي الطبيعي الله لم يخلق شيء شرير، وبالتالي إنه ما حصل من خطية وفساد حصلت بالروح والجسد، وبالتالي بالمعمودية الإنسان بيتعمد وبتغفر الخطية الجدية، وزي ما بيقول الكتاب في كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، خليقة جديدة روحا وجسدا، يبقى خليقة إيه؟ خليقة جديدة. الأمر الثاني، أمر كمان يضاف للأمور اللي فاتت، الموقف بالنسبة لغير المؤمنين؟ هل ربنا يخلق الله لهم يخلق الله لهم أرواحا جديدة على صورته ومثاله؟ يعني ناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بتعليم الإلهية، يتولد ليهم أولاد ونقول إن الروح مخلوقة جديدة وهي يعني في الحالة دي على صورة الله ومثاله، كيف يخلق الله روح ملحدة أو غيره أو عبادات أخرى بعيدة عنه وتبقى على صورة الله ومثاله؟ يعني إنه أثمروا واكثروا وملأوا الأرض، يعني لم يكن هنا الإكثار بمعنى أن نسلهم سوف يأخذون الطبيعة البشرية كاملة منها، ف ف ف
فيعني هنا يعني مضاعفة الشيء، مضاعفة الشيء يعني ايه؟ يعني دول اتنين، الاتنين دول هيتجوزوا ويخلفوا يجيبوا اتنين تانيين او تلاتة، يبقى هنا مضاعفة، او بمعنى اخر يسموها نمو البشرية النمو الافقي، عشان البشرية ايه تبقى فيها استمرارية، فيها استمرارية. إذا كانت أرواح البشر خارجة عن الطبيعة البشرية مش من نفس الطبيعة، لماذا ذهبت أرواح القديسين قبل الفداء راحت للجحيم؟ إذا كانت أرواح طاهرة وخرجت من الجسد ما تحملش الخطية الجلدية ولا غيره، يبقى في الحالة دي إنها إيه؟ أرواح طاهرة، ما تحتاجش إلى إيه؟ إنها تروح الجحيم. يبقى هنا حاشا نقول على ربنا بقى ظالم إن هو راحت للجحيم. ومعلمنا داود نفسه يقول لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد. المهم من كل الأمور ده في مناقشة هذا الأمر، إنه يعني القديسين كانوا في الهاوية يعني، وكانوا تحت سلطان إبليس. فإذا كانت الأرواح مخلوقة وليست مولودة، ففي الحالة دي يعني ما كانتش بقى يعني في داعي إنها تذهب إلى الأرض. في جزئية الحقيقة يعني مش الآيات اللي بيعتمدوا عليها أصحاب هذا الرأي يعني أنا بتركها لكم تقروها للمنفعة، لأنه يعني ده يمكن بندرسه بصورة أقوى في معهد اللاهوت، عشان يعني مطالبين بكل التفاصيل في 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 المادة أكتر يعني. يبقى بكده أرجع أقول تاني زي ما قلنا في الأول، إحنا خدمة يعني مدخل للتعليم العقائدية، وإن العقيدة هي الإيمان أو ما تعقد عليه النفس الإنسانية. والعقيدة بتتقسم لست أقسام: واحد الكلام عن الله، اثنين الكلام عن الإنسان اللي هو سموها ثيولوجي انثروبولوجي، الكلام عن الخلاص سيترولوجي، الكلام عن المسيح المخلص الفادي والمخلص من حيث طبيعته يسموه الخريستولوجي كريستو المسيح، الكلام عن الكنيسة اللي تلقى لنا المسيح دي إكليسيولوجي، الكلام عن الأبدية اللي روحها بعد كده الإنسان هو إسخاتولوجي. وفي المنهج بتاعنا أخذنا نموذج من كل فرع من الفروع العقيدة. العلم العقيدة متسع جدا، احنا يعني بندرسه بس كرؤية عامة في الكلية الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية على مدة 4 سنين، وكل في 8 ترمات في 2 ساعة في الأسبوع، يعني عدد ساعات كتير جدا، لكن احنا هنا بناخده بصورة مختصرة. وبالتالي بقى احنا خدنا يعني فكرة وموضوع عن ال خدنا عن ال 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 عن ربنا، خدنا الثالوث الثيولوجي، خدنا الثالوث عن الخلاص، عن الإنسان خدنا التكوين الثلاثي الإنسان، عن الثالوث سوري عن الخلاص الستيرولوجي خدنا التجسد، وبعدين خدنا ايه تاني، وخدنا عن الإكليسيولوجي خدنا موضوع الكنيسة. يبقى خدنا 4 نماذج من 6. إن شاء الله في السنوات اللي جاية ناخد برضو نماذج أخرى يعني من العقيدة، إن شاء الله نبقى نبدأ في موضوع طبيعة المسيح في سوتوريات التسبحة أو لتورجياته في سوتوريات التسبحة القبطية. ليلان المجد في جلسته لأن الأبد أمين. يعني تحت أمركم نفتح الصوت للمناقشات. السلام عليكم.
هي دي انا بكده خلصت. لو اذيتكم والاخوه محتاجين اي حاجه تانية في اي وقت انا تحت امركم. خلاص كده، في شيت او حاجه ولا ما فيش حاجه معانا؟ احنا الامتحان يعني زي ما عملنا في معهد اللاهوت، هنعمل امتحان اسئله. يعني احنا الهدف من الدراسه يعني برضه عشان نبقى متفقين، ما هوش النجاح وان انا اعدي، يعني كلنا ناجحين مفيش مشكله، لكن الفكره ان احنا نستفاد. عشان نستفاد ندرس من المذكرات اللي احنا اخذناها ونحط جنبها يعني بعض الكتب العقائديه الاخرى اللي ممكن نقرا فيها. يعني يا ريت نمسك الماده كده في خلال الاسبوع ده، نجيب الموضوعات اللي بتتكلم عن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها. هو لو قدسك امكن يعني تقول لنا مثلا كتب او ترشح لنا قدسك اسماء بعض الكتب علشان يعني نحطها انا جنب لسه الكتاب كنت بتاعك. اقول في مثلا كتابات لام بابشوي عن موضوع الثالوث، وفي برضو لام بروريز في الموسوعة بتاعته. بس ناخد بقى يعني في نقطة، بس هي نقطة إنه مع نيافة الأنبا بروريس المتنيح كان بيعتبر الأقانيم هي بيسميها صفات ذاتية، لكن يعني للتقريب كان الراجل يقصد عشان للتقريب الفهم يعني، لكن هي الأقنوم هو شخص له كيانه من حيث الأقنوم وله وحدته مع الأقاليم الأخرى من حيث الجوهرية. هي النقطة دي ناخد بالنا منها. في برضه كتب لأنبا يؤنس المتنيح الأسقف الغربية، كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس وإيماننا الأقدس. في برضه كتاب للدكتور موريس عن موضوع يعني الإنسان برضو تكوينه الثلاثي. يعني كل ما نقدر نقرأ في الموضوع نحس إن إحنا خرجنا باستفادة، والأسئلة تيجي يعني هنبقى الإجابة مثلا في صفحة للسؤال، وده هنقصد منه التركيز وتقييم الدارس إن هو استوعب وإزاي يقدر يركز الإجابة بتاعته في صفحة أو صفحتين على حسب طبيعة السؤال اللي هنحطه. فمش محتاجة شيتي أو تسمونها أرسل مسلم. ماشي يا كابتن عفيف. أيوه يا سلام. سلام النعمة. معلش، هو الشيت بس أو الأسئلة، هو مش شيت، هي أسئلة بس تساعد إزاي الواحد يعرف النقط المهمة اللي المفروض الواحد يدرسها ويستوعبها، مش عشان خاطر ان الواحد يحل سؤال. انا هجيب لك الامتحان هيقعد معاك 4 ايام. انا مش احنا نقصد مش هقول لك في ساعتين وتسلم الامتحان، او المقصد مش عشان خاطر الامتحان، المقصد لما الواحد بيبقى عنده سؤال بيقدر يجمع بيه او يقدر يعني هو يعرف فين النقط المهمه اللي المفروض الواحد يدرسها او يفضل محتفظ بيها في دماغه. الكلام ده يعني الكلام ده لو انت هندخل الامتحان مش هيبقى قدامك الكتاب ده، انت قدامك كتب. ده انا هطلب منك اجابه قدامك كتب افتح. هو تقريبا كده بحث مش امتحان يا بون. هو النظام، بس هو مش بحث، لان البحث بيبقى موضوع واحد، الاسئله بيبقى كذا موضوع. يبقى ممكن معلش الكتب اللي قلت قلت عليها يعني تبقى مرفوعه على التليجرام في المكتبه بتاعت في كتب موجوده، وهتلاقوا مثلا موضوع عن الكنز في الثالوث بتاع القديس كيرلس عمود الدين. يعني في موضوع كتاب الكنز في الثالوث،
في برضو ده في برضو كتاب القديس هيلاري اسمه بواتير، ده برضو موجود اعتقد انا نزلته على المكتبة يعني في التليجرام، في مكتبة عاملينها معرفش هم ضموكم ولا لا. احنا موجودين على التليجرام فعلا، اللي هو المكتبة. اسم المكتبة ده كتاب اسمه عن الثالوث القديس هيلاري اسكوبوتي، بيسموه اثناسيوس الغرب. ده كتاب ضخم يعني، مش انا مش بطلب طبعا كل ده، بس انا عايزكم انتوا تستفادوا من الدراسه. يعني عارف ايه انك تباعك كده ايه، انا الموضوع مثلا بتاع الثالوث هجيب كتب عن الثالوث اقرا، كتب لامبرشو، كتب محاضرات للبابا، القديس كيرلس عمود الدين، القديس هيلاري، يعني لقيت حاجه لاوغسطينوس، كل ده اقرا، وللدكتور موريس تاودروس في برضه في موسوعه علم اللاهوت. واخدين بالكم؟ سمعنا تمام؟ ايوه سامع قدسك يا سامع قدسك. يعني اوريكم برضه بشكل الكتاب. ده مثلا كتاب بتاع الدكتور موريس موسوعه علم اللاهوت العقيدي، دول ثلاث اجزاء. ثلاث اجزاء. وبرضو انا نزلت كذا جزء لما كان بيطبعوا كتب صغيره نزلتهم على المكتبه. تمام. ماشي. فبالطريقه دي احنا يعني بنستفاد ان احنا بناخد فيك برضو كتب لانبا يؤنس برضو عن موضوع الانبا يؤنس المتنيح بتاع اسقف الغربيه. اسقف الغربيه هتلاقوا برضو كتب كفايه قوي يعني، كفايه. ماشي ماشي. يعني ده تقريبا كده اللي حواليا قدامي شايفه يعني في المكتب. اي تساؤلات؟ شكرا شكرا يا ابي. كنت هستاذن قصتك في سؤال، اتفضل. او هو مش سؤال يعني، هو حاجه بس توضيحيه بس. هل لما ربنا قال نخلق الانسان على صورتنا وكشبهنا كان محطوط في ذهن ربنا قصه التجسد، وعلشان كده خلق جسد زي الجسد اللي ربنا حطه مثلا في عقله او في فكر الله ان هو الجسد اللي هيكون هيتجسد فيه بعد كده، فقال علشان كده اخلق الانسان على هذه الصوره؟ لا، هو تعبير نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، وهنا كشبهنا هنا بتعبير جماعي. تعبير جماعي يعني في اللغه العبريه ما فيش نون التعظيم، ما نقول احنا عملنا، مش موجودة دي في العبري زي العربي، لكن هنا إشارة للجماعة، إشارة إلى الثالوث، إشارة إلى الثالوث. عشان كده هنا التعبير نعمل إنسان على صورتنا على صورة الله في الروح وليس في الجسد. بمعنى إيه؟ إنه الروح زي ما ربنا خالد أبدي، الروح خالدة أبدية. زي ما ربنا طاهر خلق الروح طاهرة، زي ما الله عاقل الإنسان روح عاقلة. يعني الحب يتميز به الإنسان لأنه في العقل في الروح. يعني على رأي أنبا بيمن المتنيح كان يضحك ويقول يعني دي حاجة في الإنسان مميزة عن الحيوان. هل حد يعني شاف بقرة معرفش يقول لعجل، عجل يقول لجاموسة بعزك بحبك يا حبيبي؟ مش موجودة. ليه؟ لأنه
ده في الـ 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 الإنسان هو اللي يشعر بالحب. فهنا الصفة من صفات ربنا، الله محبة، فخلق الإنسان على صورته في الحب أيضا. وهكذا كل الصفات بتاعت ربنا، يعني حتى التسلط والقدرة على الكائنات الأخرى، ربنا سلط الإنسان على كل الكائنات الأخرى. يعني وخلى الإنسان هو اللي سمى كل الحيوانات أو كل الكائنات الأخرى، سماها بأسماء. آدم يقول ده خروف يبقى ده خروف، ده أحمر ده يبقى أحمر، ده دي شجرة تبقى شجرة، دي كذا تبقى كذا، وربنا وافق عليها. وكأن هنا يعني في مشاركة الإنسان في استمرارية الخليقة، في تأسيس الخليقة. فهنا خلق على صورة الله في الروح وليس في الجسد. في الروح وليس إيه؟ في الجسد. يعني ملهاش علاقة بموضوع التجسد. هنا التجسد لما ربنا تجسد، اتجسد وخد الصورة اللي كان عليها الإنسان من ناحية الجسد ومن ناحية الروح له. في أي تساؤلات أخرى؟ شكرا أستاذ. أستاذ نوتسك علشان وقت الفيديو. تمام، شكرا لكم جميعا وصلواتكم، وكل عام وانتم طيبين. إذا كنتم عايزين أي تساؤلات ومحتاجين محاضرة كمان للمناقشات، ممكن نبقى نكتب على الجروب. يعني هو المفروض كانت آخر محاضرة الخميس الجاي، لو محتاجينها للمناقشة يبقى نكتب على الجروب. هو بصراحة شكرا المناقشة لكم، مع قدسك ممتعة جدا يا بونا، ربنا وكلام يخليكم، مع قدسك ممتع جدا. فبصراحة يعني احنا عايزين المحاضرة كل أسبوع. ربنا يخليك، ناخد بركة. يعني لو احتجتوا محاضرة الأسبوع الجاي تحت أمرك، ناخد بركة. خلاص، شكرا شكرا يا بونا. لكم، شكرا شكرا لكم. صلواتكم. 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 شكرا سلام. لتصوري. شكرا سلام. مع السلامة.